السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سيرشاكي. ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير والف صحة وعافية ان شاء الله. مكملات انت ما سمعتش عنها قبل كده، مكمل انا جاي اتكلم عليه اللي هو الديفارول. الديفارول ده حقن انا باخدها كل شهر، يعني مرة كل شهر. الديفارول ده وظيفته ايه؟ ده بفيتامين دي، فيتامين د اللي هو بيساعد على هشاشه العظام، وان عظمك مثلا وجعك او في اي حاجه، وده كمان ليه علاج كمان مرضي، يعني الناس مثلا اللي عندها كساح وكذا حاجه تاني. لكن انا بستخدمه مثلا في الجيم، يعني ان انا مثلا علشان اقوي عضلاتي، وان هو مثلا بيساعد في تكوين العضلات وكمان بيقوي لي الهيكل العظمي بتاعي. ده ديفارول ده بيكون لك الفيتامين دي وبيخلي الفيتامين د وبيخلي فيتامين د بيمتص في الامعاء، وفي نفس الوقت يعني اللي هو من الاخر بيقوي لك الهيكل العظمي كله. مش عايز ادخلك فيه يعني تفاصيل كبيره انا ساعات بتوه فيها. الفكره اللي انا بعمله فيها ايه؟ ان هو فيتامين ديفارول ده بروح الصيدليه كل اول شهر، بقول له انا عايز فيتامين، اخد علبه فيتامين د اللي هو ديفارول ده، وبتتاخد في العضل مره واحده في الشهر. طب ايه اللي انا جايبه ده؟ على فكره ده مصري، على فكره ديفارول ده مصري، وبيستخدمه كمان الحوامل اللي هو عشان بيديهم كالسيوم. الفكره بقى في الديفارول ده يعني وظيفته ايه بقى، او حلاوته ايه في الموضوع ده كله؟ ديفارول لو انت جيت مسكت العلبه هتلاقي العلبه مكتوب عليها 200,000 وحده. امسك اي منتج مستورد، امسك اي منتج مستورد وتبقى حقن برضه، مش هتلاقي ال 200,000 وحده. وكمان لو هتلاقيه هتلاقيها بارقام كبيره قوي. ديفارول اللي انا بكلمك عليه ده احنا في سنه 2021 ثمنه حوالي 17 او 18 جنيه بالسرنجه بكل حاجه، قول 20 جنيه. اي منتج هيبقى زيه هيبقى عالي جدا في السعر، وهيبقى ضعف 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 سعره. تخيل بقى منتج مصري رخيص جدا بالمنظر ده والناس مثلا ما بتفكرش فيه. فعلا حاول تاخد العلبه دي او الامبوله دي حقنه كل شهر، حقنه كل شهر. ديفارول دي اختراع يا جماعه، والله العظيم ساعدت كتير قوي. بتقوي العظم بتاعك، وكمان بتساعدك انك تشيل حديد في الجيم، وكمان بتساعدك ان انت يبقى جسمك ناشف كده، عشان تقدر، انا بتكلم عن الحديد، تقدر تشيل فيها اوزان كتيره وهكذا. بس كده، فاتمنى ان انا اكون يعني افدتكم معلش انا اسف عشان لسه صاحي من النوم، افدتكم بالمعلومات، وان شاء الله ان شاء الله تبقى خير لي. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سيرشاكي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.